وباكل جزء ده وخلاص، بس برضو ان انا انجز واخلص دي عشان تشوفوا شكلها ايه. برضو هتحددي دايرة، اجيب لكم المكوى واكويها ولا مش هتفرق معانا ولا ايه؟ هتاخدي النص برضو بالظبط. دي بقى مجوز، مجوز يعني ايه؟ عدد الفتلات بتاعتها اول مرة. تمام يا حبيبتي، هتاخدي النقطة من النص بالظبط من منتصف الدائرة، زي ما تعودنا لما بنيجي نعمل دايرة بالبرجل او بالايه، بالمسطرة الدوائر. هتاخدي النص مظبوط بالظبط، وبرضو المسافات اللي انت هتعمليها هنا لازم تبقى مظبوطة بالظبط. دي زوجي، زوجي طلعت معانا فردي برضو، ما علينا، حاولي تصغريها بقى عشان تطلع ايه، زوجي. هيبقى شغلنا على الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده وده وده. ادي كده 1 2 3 4 5 6. ولا بيت العنكبوت ولا اي شكل من الاشكال خالص. العنكبوتية اهي، زوجي بتخشي من عند النقطة اللي احنا حددناها. انتي زي ما قلتلك، انتي هاتي المسطرة بتاعتك وظبطيها. انا ما قعدت ادور على المسطرة والله طول اليوم ما لقيتهاش، مش عارفة راحت فين. معلش ولا يهمك يا استاذة رنا، بتخشي من نفس الفتحة زي ما عملنا في اللي فات. طبعا برضو غرزة العجلة ممكن تعمليها بنفس الفكرة دي، بمعنى ايه، مش لازم تعمليها زي ما احنا ما عملنا الدوران هنا، لا ممكن اهي، ممكن اهي على طول زي ما احنا بنشتغل هنا دلوقتي. خلصنا اهو 6 3 و3. تعالي شوفيكي، شوفي اي حتة انت عايزة تخشي منها، مش طبعا مش نفس الفتحة اللي انت كنت طالعة منها، نازله منها عشان ما ايه، انا بقول لك هاتي المسطره وقسيها بالمنقل. اه ممكن بالمنقله لو عندك منقله، صح. احاول اجيب لكم المره الجايه منقله ومسطره وهظبطها لك الدايره زي ما انا قلت. لازم 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 المسافه دي تكون قد دي قد دي قد دي قد دي قد دي. الشكل العام هتلاقيه بيختلف معاكي نهائي. العنكبوتية دي بقى احنا اهو برضو بتجيبي الخيط بتاعك بالإبرة مقلوب وبتمشي من تحتها، وبترجعي تاني مرة كمان تمشي من تحتها، هي هي تيجي على اللي بعدها تمشي من تحتها، وبعدين تيجي تاني تمشي من تحتها. هتقولي لي ليه ما بنعملش زي المرة اللي فاتت؟ علشان تديكي شكل العنكبوت، البيت بتاع العنكبوت. تمام اهي، واحدة من تحت واللي فوقيها برضو من تحت. عرفتي بقى ليه دي مجوز زوجي مش فردي؟ عشان لو فردي مش هتيجي معاكي نفس الشكل ده، برضو بتيجي مرتين من تحتها، تيجي على اللي بعدها مرتين من تحتها،
تيجي على اللي بعدها برضو نفس الحكاية، وتفضلي بقى ماشية كده لحد ما تخلصي. عايزة تعمليها بلونين تعمليها بلونين، مش هتقولك لا. خلصنا كده السطر الاولاني، عايزة تشديه شديه، عايزة تسيبيه مرخي سيبيه مرخي، انا افضل انت ما تشدوش قوي. هتيجي في اللي بعدها برضو اهي، هتلاقي نفسك ايه، هتعملي برضو اتنين ادي، واول واحد اول خط تحت، الخط التاني تحت تحتها اهي. كل واحدة لفتين من تحتها، كل واحدة لفتين من تحتها. دي برضو لو هتعمليها خيط كوتون بارليه اعمليها مفرد، بتبقى شكلها بشع لو مجوز. دي عايزة تعمليها بخيط المالوني 6 فتلات او 3 فتلات، مش اكتر من كده، ما تعملهاش 12 هتبقى تقيلة ووحشة. انا افتكرت في بنت كانت عاملاها، كانت شكلها بشع لما كانت عاملاها بالكوتون بارليه، فتلتين فوق فتلتين مجوز، كان شكلها بشع. فاحنا ايه، بنشوف الاخطاء ونحاول على قد ما نقدر نتجنبها. يبقى تاني لو هتعمليها بخيط كوتون بارليه تبقى فتلة واحدة بس، هتعمليها بخيط دي ام سي اخرك 6 فتلات، ما تعمليش 12 زي الايه. ليه؟ لان احنا لو عملنا 12 دي هتبقى بارزة قوي، شكلها مش حلو. يبقى كل واحدة هتجيها هتعمليها لفتين ورا بعض اهي بالشكل ده كده، لفتين اهي، ادي اول لفة تاني لفة وتاني، عشان تظبطيهم تبقى كلهم شبه بعض، سواء في العنكبوتية او في العجلة لازم تظبطيها بالمسطرة، تاخدي المقاسات بتاعتك مظبوطة، تكون المسافة اللي هنا قد المسافة اللي هنا قد المسافة اللي هنا، والنقطة اللي في النص تبقى في النص بالظبط. هتظبطي ده ازاي؟ هتظبطيه بالمسطرة، او زي ما صاحبتكو قالت دلوقتي بالمنقلة. تاني هي دي غرزة العنكبوتية، تيجي من تحتها ادي اول فتلة، وتيجي تاني من تحتها تاني فتلة بالشكل ده كده. اللي بعدها بالظبط ادي فتلة وتاني فتلة من تحتها بالظبط. يبقى بالأمانة مين فيهم اللي تسمى العنكبوتية، دي ولا التانية؟ طبعا حضرتك هتفضلي شغالة بقى لحد ما ايه، ما تخلصي. عايزين غرزة تانية ولا كفاية علينا كده؟ تفضلي زي ما اتفقنا شغالة لحد ما تخلصي الخطوط اللي انتي عاملاها. هي شكلها جميل جدا والله، بس ما ملهاش حظ اكتر الاستخدام. على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه هتصدمكم لو انتوا لسه جداد في التطريز، بنعمل ورده شبه دي بغرزه الفرع البسيط. ايوه ماشي يا حبيبتي، وفي غرزة اسمها الباسو، دي تحفة في الورد، تحفة بمعنى كلمة تحفة. احنا كده خدنا يعتبر ورق الشجر منه كتير، وكمان هناخد كذا ان شاء الله وردة. قولي لنادين هتاخد بونبوني، هلا تيجي تاخد مولتو كمان مش بونبوني بس، يعني الواحد عامل كل الاغراءات وبرضه تلاقي العيال ما عندهمش دم برضه ما شاء الله. مش بنتك، انا اقصد بنتي. انا عملت احتياطاتي واديتهم التابلت ونزلته، بحيث ان هو ايه لو التابلت فصل
يبقوا تحت مش هنا، ما يرخموش علينا زي المرة اللي فاتت. ما عرفتش اشتغل منهم خالص والله المرة اللي فاتت، عشان كده عملت مونتاج للفيديوهات عشان الايه، عايزه اقول لكم حاجه صحيح، بس يا ريت والله يعني ايه تشجعوني ولا اعملهم مع نفسي. احنا كده يعتبر خلصنا خالص اهو، مفيش اي حاجه واضحه ولا ظاهره، ونقفل شغلنا بقى ايه في اي حته احنا عايزينها. مش هتقولك لا، طبعا كل ده بالمكوى هيروح.